اليوم قررنا باش نخرجوا في حملة تحسيسية مختلفة متنوعة اللي كتشمل جميع الجمعيات نتاع مدينة توريس، اللي منهم الكشاف من كل أنواعه، وكاين أيضا جمعية الشعلة وأيضا كوميدراما وأبيسي وجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة، بالإضافة للسلطات المحلية وبالإضافة لجمعية حماية المستهلك، اللي إن شاء الله اليوم غادي تكون واحد الحملة تحسيسية. يعني اليوم البداية ديالها غادي نفتتحوا هنا في الفضاء الواسع الجميل ديال ساحة العمالة. ان شاء الله غادي يكون الخطاب غادي يتعاود ديال صاحب الجلاله نصره الله، وايضا غادي يكون قراءه النشيد الوطني وكلمه باسم جمعيه المجتمع المدني. مباشره غادي ننتقلوا نتمشاو في الشارع على طول حتى الحديقه الاخرى اللي موجوده في طريق وجده باش نقوموا بهذه العمليه ديال التحسيس. الغد ان شاء الله غادي تكون نفس العمليه، وغادي ننتقلوا لساحه المسيره الخضراء باش نكملوا التحسيس. اما الايام الاخرى غادي نكونوا متواجدين وحده جميع الادارات، وفي الفتره المسائيه غادي نقوموا بالتحسيس في المقاهي والمطاعم. اذا هذه فكره كانت بدات مور الخطاب ديال صاحب الجلاله الله ينصره. لبينا الطلب، حنا كجمعيه المجتمع المدني غادي نفعلوا كل اللي في جهدنا ان شاء الله حتى نحاربوا هذا الوباء. اذا ما على المواطنين ديال مدينه توريس يلتزموا معنا، نتعاونوا، نكونوا يد وحده. اللي مفروض عليكم هو الكمامه ديال الضروري، التعقيم راه ما فيها باش ديروا كل دقيقه كل جوج، وايضا ما تنساوش حاربوا لنا جميع التجمعات. بلادنا زينه عزيزه علينا، بغينا نحاربوا الوباء ونرجعوا للحياه اللي كنا فيها هذا الشحال. شكرا. اليوم طرقنا مساحه العماله في اتجاه ساحه المسيره مرورا بشارع مولاي عبد الله، قصد التحسيس والتوعيه حول الوباء الخطير. انا غادي نلخصها في جمله في كلمه واحده، هي الوقايه افضل من العلاج. الله يرحم الوالدين، كنطلب حاجه واحده، الوقايه افضل من العلاج. النظافه من الايمان، الا نظفنا راسنا راه الحمد لله ما لقيتنا حتى شي حاجه. اللي كنطلبوا من هاد المواطنين الله يرحم الوالدين يلتزموا بالكمامه، النظافه، التعقيم، قصد رفع من هذا الوباء وترجع الطبيعه، الحياه الطبيعه ديالها، الحياه الجديده ديالنا. راه هاد العمل داز مكفس، داز كحل، ما حسبنا لا بعيد كبير لا بعيد صغير، لا بعاشوره لا برمضان، ما حسبنا حتى مع العائله ديالنا ما حسبنا. دابا الله يرحم الوالدين، التزموا التزموا، وشكرا وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا مدينه توريرت كتقوم بواحد الحمله تحسيسيه لتوعيه بمدى خطوره هذا المرض، مرض كورونا، الذي مجموعه من الناس يتغالطون ويظنون انه غير موجود. بالعكس، لاحظنا مؤخرا ان هذا المرض موجود، وبالتاكيد نظرا لكثره المرضى وكثره الوفيات. بدورنا كجمعيه غد افضل للصم ايضا ساهمنا باطرنا واعضائنا وتلاميذنا المنخرطين في هذه الجمعيه ايضا للمساهمه في هذه الحمله التحسيسيه، كما ايضا وزعنا عليهم كمامات خاصه بالصم، لانها كمامه شفافه تعطي قراءه الشفتين لمساعده الصم على فهم ما نقوله وما يدور حولنا. نسأل الله تعالى أن يرفع علينا هذا الوباء حتى نعيش عيشة هنيئة. ونشكر جميع السلطات بما فيها سيد الباشا والمجلس البلدي والجمعيات على هذه المبادرة القيمة لتحسيس المواطنين والإعلام. أيضا نشكره على الوقفة النضالية للنهوض بتوعية المواطنين. نسأل الله تعالى أن يرفع علينا هذا الوباء. كلنا نلتزم ببيوتنا، ما عندناش ما نديرو برا، ما نخرجوش، نجلسوا في دارنا، لا داعي للخروج لكي لا يتكاثر المرض. التزموا في بيوتكم باش تحافظوا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.